أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. نددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقتل مئات الضحايا وتدمير المستشفيات والمدارس خلال الأسبوعين الأخيرين في مناطق عدة في سوريا، عادة أن مستويات العنف هي الأسوأ منذ معارك مدينة حلب العام الماضي. وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان منفصل من أن استهداف المدنيين والمرافق يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقد يصل إلى حد جرائم الحرب. أفادت مصادر أمنية يمنية بقتل قيادي في تنظيم القاعدة في ضربة لطائرة أمريكية من دون طيار في محافظة البيضة وسط البلاد. وذكرت المصادر أن الضربة استهدفت القيادي في القاعدة شروم الصنعاني وهو على متن دراجة نارية في منطقة يكلا، ما أدى إلى قتله وقتل شخص آخر كان برفقته. وتعد منطقة يكلا معقلا رئيسيا لتنظيم القاعدة في البيضة، وسبق أن نفذت الطائرات الأمريكية فيها ضربات متكررة ضد أفراد القاعدة. أشادت البحرين بالجهود التي تقوم بها قوات الأمن في السعودية وإحباط المخططات الإجرامية والتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية وتوفير كل سبل الحماية والأمن للمواطنين والمقيمين. ويأتي ذلك بعد إعلان رئاسة أمن الدولة في السعودية بإطاحة خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في الرياض في عملية استباقية، وتمكنت قوات الأمن من قتل عنصرين في الخلية واعتقال 5 آخرين ودهم 3 مواقع. تبنى تنظيم داعش التفجير الانتحاري الذي استهدف مزار صوفي في جنوب غرب باكستان يوم الخميس، والذي أسفر عن قتل 18 شخصا وإصابة 27 آخرين بجروح كما قال مسؤولون. وكان تفجير في المزار نفسه الواقع في إقليم بلوشستان الغني بالنفط والغاز أوقع 35 قتيلاً في عام 2005. عد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران لم تحترم روح الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 الذي يهدف إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات عن إيران. وأضاف ترامب أن النظام الإيراني يدعم الإرهاب ويصدر العنف والفوضى في الشرق الأوسط، مشيرا إلى ضرورة وضع حد لذلك الأمر وعدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.